هنا كازاخستان موطن صديقنا حبور، حيث يعيش مع طفلته الصغيرة بسلام. تحب حبورة أن تتناول إفطارها طازجاً، لذا حرص حبور على إحضار أنواع مختلفة منه. على حبورة أن تتعلم مواجهة الخطر بنفسها. يحاول حبور أن يعلمها شيئاً. هل ستنجح يا ترى في إتقان خدعة الجناح المكسور؟ لا تيأسي حبورة، عمل جيد. يبدو أنها تذكرت أمراً يحزنها. أين أمي؟ بحزن سألت والدها. مسح على رأسها الصغير وروى لها قصتها. ضحت بحياتها متظاهرة بجناح مكسور من أجلك يا صغيرتي. سنرى الآن حيلة أخرى من حيل الحبارة. هكذا حصل على إعجاب أم حبورة. يبدو أن هذه الحيلة لم تعجب حبورة كثيراً. حل الشتاء مبكراً. لن تستطيع الحبارة الصمود في هذه الظروف طويلاً. أين ستذهب يا ترى؟ اختيار مناسب. بسبب اتساع العمران يصعب على أسراب الحبارة الحصول على موطن مناسب للاستقرار فيه. هل سيتمكنون من الاستقرار هنا؟ أم أن هناك المزيد من المفاجآت في انتظارهم؟